السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد، معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم انتم بكل خير وباحسن صحه وعافيه. اليوم باذن الله غادي نحضر معكم واحد الطبق اللي كيجي رائع، وهي الكفته على الطريقه التركيه، كذلك مع الطبق ديال الرز اللي كان نوضعه هكذا في الجانب ديالو. فعلا كيجي رائع رائع رائع، كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. فكنتمنى لك انتم اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناه، نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وفعلوا الجرس لسيكون جنب كلمة الاشتراك باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمقادير والطريقة. تابعوا معي الفيديو للآخر باش تشاهدوا المراحل التحضير، فرجة ممتعة. إذا أول حاجة غادي نبدأ بها وهي التحضير ديال الكفتة. فعندي هنا كمية من الكفتة تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفتة، ممكن نديرو حتى 500 غرام ديال الكفتة، يعني حسب عدد افراد العائله ديالكم. غادي نحتاج الملحه، الكمون، الابزار والتحميره، اي الملح والكمون والفلفل الاسود والبابريكا، 3 فصوص من الثوم او 2 فصوص من الثوم، بصله صغيره مفرومه او مبشوره ناعم، شويه ديال الخبز المحمص، انا استعملت هذا التشاينيز، وغادي نحتاج بيضه من حجم صغير. هادو هما المكونات. غادي ندوز للطريقه. فغادي نزيد التوابل على الكفته، وغادي نضيف ليها البصل والثوم، ثم غنزيد البيض. اذا كان عندنا كميه اكثر من الكفته فكنزيدو البيض، يعني كنديرو بيضه كبيره اولا فقط جوج بيضات صغارين. غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعض حتى كتنسجم ليا الكفته مع البيض وباقي التوابل. ثم تناخد البايركس اللي غادي نخدم فيه هاد الكفته، وكندهنو يا اما بالزيت اولا كنرشوه بسبراي ديال الزبده اولا ديال الزيت. وكنبداو نشكلو الكفته، فكنشكلوها على شكل كويرات بالحجم اللي بغينا، وكنديرو واحد الفجوه في الوسط على هاد الشكل، يعني كنحفرو هكذا الكفته باش كنديروا واحد الفجوه هكذا في الوسط، وغادي نوضعوها في البايركس على هذا الشكل نفس الطريقه، كنكوروها وكنديروا واحد الفجوه هكذا في الوسط. باش هنا غادي نعمروها بالبطاطا مسلوقه. فمن بعد ما كنتهي من التشكيل ديال الكفته غادي ندخلها الفران اللي تيكون سخون على درجه حراره 170 حتى 200، فغادي نخليها حتى كتقبض راسها وندوزو نحضروا الحشوه ديال البطاطا. بالنسبه للبطاطس فعندي هنايا جوج ديال البطاطس اللي بخرتهم، من الافضل اننا نبخروهم وضروري ما نخدموها وهي مازال سخونه باش كتعطينا الطعم في الخدمه، ما نخليوهاش حتى كتبرد لانه غادي تقصح. فغادي نحتاج معها شويه ديال الملحه، شويه ديال الزبده، يعني طريه صغيره تاع الزبده، نص كاس عنبه ديال الحليب اولا الكريمه اللي حبيتو، يعني الكريمه ديال الطهي. غنحتاج شويه من الجبن ديال الموتزاريلا، فغادي ناخذ نصف الكميه غنضيفها للبطاطس، والنصف الاخر غادي نخليه للتزيين من الفوق. فغنزيد الملحه على البطاطا، وغادي نضيف داك المعلقه الصغيره ديال الزبده، ونحاول انني نمعسها شويه على هذا الشكل. بالنسبه للبطاطا خدموا بالبطاطا اللي كتكون بيضه، هي اللي كتجي في هذا البيوري. ثم غنضيف كميه من الحليب ونشوف القوام ديالها كيفاش غادي يكون. الى احتاجت كنضيف، الى ما احتاجتش ما غاديش نضيف ليها اكثر. المهم نخدمها بهذا الشكل هذا مزيان، غنضيف شويه لانه على بال ما غادي تحمر لنا داك الكفته في الفران غادي تكون شربات هذاك الكميه ديال الحليب. غادي نضيف كميه من الجبن
انا استعملت جبن موتزاريلا ونعاود نخلط مره اخرى على الشكل. نزيد واحد شويه تاع الحليب وهكذا البطاطس ديالنا كتصبح جاهزه. غادي نخليها على جنب. بالنسبه للصلصه اللي غادي نستعمل مع هذه الكفته فغادي نحتاج نصف علبه من صلصه الطماطم. فدائما انا كنستعمل الصلصه اللي الاسم ديالها سوليس. فعندي هنايا نصف علبه زدت مع واحد القليل من الماء. غادي نسم بشويه ديال الزعتر والقليل من الاعشاب المنسمه، ما نزيد مع حتى شي حاجه لا ملحه لا حتى شي حاجه، لانه المكونات كامله درت معهم الملحه فما غاديش نحتاج هذا الشيء، فقط باش نسم هذه الصلصه ما تجيناش هكذا بوحديتها. فوالا غنخليها على جنب. غادي ناخذ هنايا البوشا دوي اللي غادي نعمر فيه البطاطا على هذا الشكل. غادي نوضع هذا الخليط كامل في هذا البوشا دوي. ثم غادي ندوز باش نجيب الكفته اللي وضعت في الفران باش نعمرها بهذه البطاطا. ممكن تعمروها فقط بالمعلقه يعني ماشي ولا بدات ديروها في هذا البوش. فكنجيب الكفته من الفران على هذا الشكل ثم غنبدا نعمرها بهذه البطاطا على هذا الشكل. حتى كنعمرهم كاملين بوالا. غادي نخلي هاد البطاطا اللي بقات هي باش غادي نزوق بها صحن التقديم. ثم غناخد هاد الصلصه اللي حضرت معاكم وغادي نصبها هكذا من الفوق وكذلك من الجوانب على هذا الشكل. ثم غنوضع كميه من الجبن فوق هذه البطاطا فقط للتزيين، يعني كيعطي واحد المنظر زوين ملي كيذوب هذاك الفرماج. ممكن نستغناو عليه الا ما بغيناش. صافي ونرجعها للفران حتى كتكمل الطياب ديالها، راه ما غاديش تاخد وقت كثير فقط باش يذوب هذاك الجبن وتشرب شويه ديك الصلصه ديال الطماطم. وندوزو باش نحضر مع بعض الرز اللي غادي نرافقوه مع هذا الطبق. بالنسبه للارز فغادي نستعمل اسهل طريقه ممكن حضروها، لكن كيجي انيق في المنظر ديالو وكذلك مذاقو كيجي زوين. فغادي نحتاج كاس عنبه ديال الرز اللي نقصت منه في وضعته في الكاسرونه. غادي نزيد عليه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت وغادي نوضعوا هذا الرز هذا غنوضعوا مع الزيت فوق النار حتى كيتحمر كيولي اللون ديالو ذهبي. وغادي نوضع الماء كيسخن باش غادي نمرق به هذا الرز نخليه يطيب، وعاد غادي نزيد عليه هذا الرز اللي متبقى عندي هنايا في الكاس. فمن بعد ما كنحمروا داك الرز مزيان مزيان حتى كيصبح اللون ديالو على هذا الشكل، غادي نضيف الماء مغلي ونردو بالنا في هذه المرحله لانه كيبدا كيطير هذاك الماء. المهم غادي نضيفوا الماء الكافي وغادي نزيدوا عليه الرز اللي تبقى لنا في الكاس وغادي نسموه بطبيعة الحال بالملح والابزار والقليل جدا من الزعتر. غادي نضيف شويه ديال هذا الابزار وكميه من الملح حسب الذوق. وكيف قلت لكم القليل جدا من الزعتر.
صافي وغادي نخليوه حتى كي يمزج تماما وكيتشرب لينا هذاك الماء بطبيعه الحال على عافيه تكون مهيله. فغادي نخلي الرز كيطيب والكفته ديالنا راها في الفران حتى كيطيب لينا هادشي كامل وكيصبح جاهز، ونرجعوا ان شاء الله باش نشوفوه في صحن التقديم. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم. هذه هي الكفته اللي حضرنا في الفرن على الطريقه التركيه، وكنخليوها حتى كتبرد ملي كنخرجوها من الفرن باش كتسهل علينا اننا نزولوها من صحن ديال الفرن. وهذه البيوري ديال البطاطا اللي شاطت لينا فدرتها هكذا على شكل وريدات في الجوانب، وهذا الرز اللي حضرت معكم كذلك يجي زوين بزاف. فباش يسهل علينا اننا نقدموه حتى هو كنخليوه حتى كيبرد، وكنوضعوه هكذا في زليفه صغيره ونضغطوا عليه شويه وكنقلبوها في صحن التقديم كيعطينا على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم وعجبتكم. فإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعليقات ديالكم، لانه فعلا كتفرحني بزاف وكتعطيني حافز باش انني نزيد القدام. فشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.